بأول يوم أو يومين من الأحداث صار في غرباء عم بيجوا بدهم يشحطوا الأهالي المسيحيين ويسطوا على أملاكهم وبيوتهم وقرب. فإذا بطلت عملية 13 نيسان وأحداث البوسطة صار في قوة تشرع من الفنادق ابتداء من سان جورج، فندق سان جورج للفينيسيا للهولدان، هذا خط أول. وترجع خط ستاركو النورماندي تمشي بهذا المستطيل، يعني هذه الجبهة كانت خط مستطيل قبل ما توصل على ساحة البرج. يعني هاي صارت لحالة بلوك ومعرض انه يسقط باختراقات طويلة عريضة. ونحن كان في عنا دور استنزافي كبير، بلش من 13 نيسان اخذنا ريحة فيه ب 17 نيسان لما الدولة وصلت لوقف اطلاق نار. بس هذا البلوك شو مصيره؟ هذا صار خطر مداهم ومستمر، صار كل واحد منا بده يعرف مين بده يسيطر عليه. وهون كان دوري انا شخصيا اول مرحلة نظم هالشيء مع شباب المطار ده. واول مشكلة كانت كيف بدنا نهدد فنادق ما تصل. اول وقف اطلاق نار كان بهالشكل بخجل، تعطينا مع الفنادق بخجل لا فينا نبين بلباسنا العسكري، وبذات الوقت ما فينا نتركها غير ما يجي يطلع يقعد فيها مسلح. هذا وضع ب 17 شهر بيجينا اتصال، كنت انا دائما بالليل اكثر شيء نقعد بالمفارق ننتبه يجي حدا من المرابطون من عين المريسي ياخذوا هن محلنا. صرنا كانت الحرب بالشوارع اكثر من قلب الاوتيلات. كان عندنا هدف ثاني، حمايه البيت المركزي على الصيف. بالجولة الثانية صار في محاولة كبيرة لإسقاط الودائن، لأنه فينيسيا سقط أخذوه بالدرك، كانوا الدرك سلمناهم نحن ب 13 نيسان سلمنا المبنى. هن إجوا أخذوه قبلنا من ما نحن نجي. الجولة الثانية اللي هي بتشرين الثاني تقريبا. فاتوا قعدوا هن بالفينيسيا وقعدوا بالسان جورج. نحن كنا حافظنا على ان منعناهم يفوتوا، يعني صار ثلاث مباني، اثنين مع المرابطون والفلسطينيين، بقي الهودائن محاصر على مالت البحر، في مواقع بايد المرابطون، مالت الجنوب منطقه كلها للمرابطون وحلفائهم، ما في الا الخلفيه كانت معنا نحن بشكل ضيق، يعني على اليسار وادي ابو شمير وال مدرسه الاليانز، على اليمين يعني صار منطقه كثير بين النورماندي وال هذا الاوتيل اللي حطوه النجارين حدادين، انه صار البقعه الحمايه تبع الهوليدي ان متقلصه.